أهلا أصدقائي، طبعا اليوم قررنا نستكشف هذا البيت اللي يقولون أصحابه أن في جنية مسزح مرعب، وطلعوا لدرجة من خوفهم الجنية مسزح مرعب وقرروا يطلعون. وإحنا كمحققين قررنا نستكشف ونشوف إيش فيه. غريب، الباب مفتوح. أصدقائي، النبات قاعد تشتغل وتطفي. أعوذ بالله. أصدقائي، النبات قاعد تطفي وتشتغل. طبعاً أصدقائي، إحنا مرة خايفين. إن شاء الله نرجع لكم بالفيديو الثاني، ومع السلامة.